نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية حفل إفطار الجدعان، وضم الحفل المتطوعين وبعض الأسر من الأهالي الأولى بالرعاية، وتضمن فقرات فنية وغنائية في حالة من الفرحة والسعادة ورسم البهجة والسرور على وجوه الحضور. وسط حالة من الفرحة والسعادة، نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية حفل إفطار الجدعان، وذلك للمتطوعين وبعض الأسر من الأهالي الأولى بالرعاية. يشارك في حفل الإفطار جميع متطوعي حياة كريمة بالغربية والعديد من الأسر الأولى بالرعاية. النهاردة عندنا يوم جميل جدا ومميز بحضور جدعان حياة كريمة في محافظة الغربية. يمكن من الفعاليات الأقرب لقلبي إننا النهاردة جدعان حياة كريمة اللي طول السنة عمالين يخدموا أهلينا وعمالين يقدموا لهم كل خير ومنتشرين في كل أنحاء محافظة الغربية. مقسمين نفسنا، فريق بيجهز الإفطار للمتطوعين، فريق تاني بيجهز الأجهزة اللي توزع على العرايس من أهلينا في المحافظة، فريق ثالث بيجهز التمكين الاقتصادي من مشاريع التريسيكلات اللي موجوده للاهالي، فريق ثالث خالص مجهز كراسي الاعاقه لاهالينا من ذوي الاعاقه. احنا النهارده بنجهز فعاليه كبيره اللي هي كلنا بنتجمع على سفره واحده، فطار جماعي لمؤسسه حياه كريمه بمحافظه الغربيه. احنا النهارده كمان بنشارك في الحفله دي ان احنا عندنا 6 تريسيكلات للاسر المحتاجه وبعض من الاجهزه الكهربائيه اللي هتتوزع على اهالينا من محافظه الغربيه المحتاجين. النهارده متجمعين على سفره واحده كلنا، مش بس احنا كمتطوعين النهاردة، لا ده بس احنا كمان معانا اسر من اهالينا اللي هم المستحقين. طبعا احنا كمتطوعين متواجدين دايما في قرى الريف المصري. حفل الافطار تضمن كذلك فقرات فنية وغنائية وسط حالة من الفرحة والسعادة ورسم البهجة والسرور على وجوه الحضور. جهزنا الاكل وجهزنا جهاز العرايس للاسر المستحقة. فرحانة جدا ان انا جزء من حياة كريمة، ويا رب دايما متجمعين على الخير. حبينا بقى ان احنا ندخل البهجة على نفسنا اكتر، فحبينا ان احنا نشارك اهالينا بالفرحة والبهجة. احنا موجودين بنفرح وبنفرح بوجود اهالينا المستحقين للمساعدات. النهاردة بنشوف ان احنا موجودين معانا تجهيزات عرايس، معانا تمكين اقتصادي كمشروع التروسيكلات، بنشوف ان احنا معانا كراسي متحركة لأهالينا واخواتنا من ذوي الاعاقة. حفل افطار الجدعان تضمن كذلك تسليم 12 جهاز عروسة الى جانب 6 كراسي متحركة ومتطلبات اخرى للمواطنين، وذلك في اطار حرص مؤسسة حياة كريمة على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الاسر الاولى بالرعاية.